قدرت تثبت نفسها من بداية البرنامج؟ بفضل الله. هذا فضل من الله. محمد السالم، ممكن تشرح طريقة المرسى؟ المرسى البر، تعجنة عجينة في الطاولة اللي مثل ذي، تجيب العجينة البر زين، وطبعا البر مع شوي ملح خفيف لين ما يصير خبز حلو. تجيب كاس الحديد، كاس حديد وتقعد تفت الخبز لين ما يصير الخبز صغير مرة حلو. تضيف عليه الموز حلو، وبرضه تفتها مع بعض، وبعدها بعد ما ينخلطون من بعض تحط عليهم سمن، السمن العادي، السمن شوكة ملعقة، وتحط عليها العسل. كذي خالصة؟ كذي كذا مرسى. ولازم الناس تفرق بين المرسى وبين المعصوب. في فرق بينهم؟ مو فرق واسع مرة، بس هذه يعني أدق شوي بالحلاوة. زين شباب، الصور جاهزة معنا حق أخونا محمد سالم. الصورة